خالتي انا بدي انزل على البيت. ليش حبيبتي شو صار؟ صار ساعة عم حاول اقنعها ونلعب مع بعضنا وهي ما بترد علي، شكلها هي البنت ما بتحكي. لا امبلا حبيبتي بتحكي، بس يمكن لانه ما بتعرفك منيح. انا ما عاد بدي العب معها، بدي انزل على البيت. طيب يلا روحي. انا اسفة. على شو عم تتأسفي؟ صدقيني ما في شي بينأسف عليه، بالعكس في شي بيضحك. إذا بدك هلا، شام وتاليا تقريبا بنفس العمر، بيشبهوا بعض بالحياة اللي عايشينها. شام أخدتها ستة تعيش عندها، وتاليا جابوا لي اياها بالغصب لحتى تعيش عندي. يعني اتنيناتهم عايشين من غير امهاتهم. بس شام يخزي العين عنا، طبيعية قوية وقد حالها، ويمكن اقوى مني ومنك. بس تاليا شوفي شو عم يصير فيها. يمكن لأنه خايفة. لا أبدا ما أنا خايفة. تاليا بنت عابد. تاليا عم تعمل هيك مشان تنتقم من أبوها. هي عرفانة منيح إنه بسكوتة هذا عم تهزه وتوجعه أكثر بكثير من الصرخة اللي حارمته يسمعها. لك يا هنادي، تاليا بنت عابد عم قلك، يعني مستعدة توجع حالها بس كرمال انه توجعه.